من الأمور التي يجب على المؤمن أن يحرص عليها، وخاصة في هذه الأيام التي طال ليلها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا، كتب صليا جميعا ركعتين. يعني إنسان استيقظ من الليل فأيقظ زوجته فصليا ركعتين جميعا، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فسبحان الله، احنا ذكرنا فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أحيانا عمل بسيط يفعله الإنسان يوفق إليه في جوف الليل، فيكون ممن يدخل تحت قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حث بين الأزواج حتى تكون هناك يعني الرحمة والعمل الصالح في البيوت، وحث الرجل زوجته أو الزوجة زوجها على طاعة الله عز وجل. فإذا كان في قضية القيام، إنسان والله استيقظ مبكر فيوقظ زوجته، أو الزوجة تستيقظ توقظ زوجها فيصلي ركعتين. الله بس ركعتين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. أو لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ، يعني الله عز وجل سيرحم هذا الإنسان. ليش؟ لأن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. صار إنسان يستيقظ من الليل يقول والله صعب وكذا، بس لما يتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لي بالرحمة وأنني سأكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا أمر طبعا الإنسان الذي يحرص على الخير لن يترك هذا الأمر أبدا حتى يستيقظ ويفعل ذلك. قال: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، يعني يحثها على الاستيقاظ. ثم قال: ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يقم فنضحت في وجهه الماء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو سواء كان للزوج أو للزوج. فلذلك حتى يكون هناك التعاون في الطاعة وفي العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فحتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ركعتين في جوف الليل تجعلك كذلك. ذلك الإنسان إخواننا، يعني هناك أمور كثيرة، أبواب كثيرة جعلها الله عز وجل لنا. الإنسان خاصة في هذه الأيام في أمور وهموم وغيرها من المسائل التي قد تنجلي بركعتين، بتسبيحة، باستغفار. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني المشركين جاءوا يشتمونه ويسبونه ويكذبونه ويضربون أصحابه، ويؤذى رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان من الكلام أو من الضيق، فالله عز وجل أنزل عليه آيات قال: وإنا لنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني الإنسان قد يصل بمرحلة أنه يضيق صدره، ويصير هذا الإنسان يعني ضاقت عليه الأرض وكل شيء يعني عنده. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله عز وجل أعطاه الدواء، بين له الداء وبين الدواء. وإنا لنعلم أنك يكون يضيق صدرك بما يقولون. ضيق الصدر معروف من شو بيجي؟ الهم والغم. طيب شو الحل؟ ما هو الحل اللي الله عز وجل أعطاه لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ قال: فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وكن من الساجدين. فهذه الأمور تجعل هذا الضيق كله ينفرش. لذلك نحن الدواء بأيدينا وعلينا أن نستعمله، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى، ونجعل هذه البيوت التي نعيش بها جنة، جنة الذكر، جنة الصلاة، جنة الراحة، جنة الأنس، جنة القرب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون أيها الإخوة نعيش في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة بإذن الله عز وجل.